بالراحة كده، اهدى يا مجاهد وفهمني ايه اللي حصل. هقول لك ايه بس يا وسيلة، اقول لك ايه يا ادهم، جماعة زمايلي في البنك عرضوا عليا ان انا اشاركهم في بضاعة جاية من الصين. ما تزعليش مني يا وسيلة، الاخوات بتبص لبعضها وانا مش عايز سمر وبناتها يبقوا محتاجين لحاجة. طب انا لغاية دلوقتي مش فاهم ايه الموضوع بالظبط. استنى يا ادهم كمل. ما هم ما طلبوا مني ان انا اشاركهم، طلبوا مني 50,000 جنيه. حاولت اجيب الفلوس من اليمين من الشمال ما عرفتش، لغايه ما لقيت نفسي مديت ايدي على عهده البنك وخدت 50,000 جنيه، وقلت ارجعهم اول ما يجي مكسب على طول. انت اختلست 50,000 جنيه؟ ما تقولش اختلست يا ادهم، انت عارفني كويس، انا استلفتهم وقلت ارجعهم، بس ظهر ان مفيش نصيب عايش سمر وبناتها في عيشه مرتاح، وهيشوف الشقه من بعدي، هيعملوا جرد قريب في البنك وهيكتشفوا فضيحتي واختلاس الفلوس. طب وبعدين يا مجاهد هتعمل ايه في المصيبه دي؟ مش عارف يا وسيله، دماغي وقفت على التفكير ورجلي جابتني لغايه عندك. طب وانا بايدي اعمل ايه يا ابني؟ تديني ال 50,000 جنيه، سلف ارجعهم بس البنك، واول ما جاء البضاعه ارجع لكم فلوسك على طول. ايه يا مجاهد اللي انت بتقوله ده؟ هو في حد بيسلف حد 50,000 جنيه في الزمن الاخبر ده؟ هم ربع جنيه؟ ما انا مستعد امضي على كل الضمانات. عارفه يا وسيله، انا ما فكرت فيكي، قلت اكيد خالت البنات مش هيرضيهم ان ابوهم يتسجن وتشردوا من بعضه، واختك سمر تسرح بالبنات في الاشارات، دول ما لهمش غير يا وسيله. والله انا مش عارف اقول لك ايه يا مجاهد، اصل احنا ظروفنا صعبه قوي اليومين دول، وحتى في مشكله كبيره في السيوله مش عارفين يعني نعمل فيها ايه، وبعدين لا مؤاخذه يعني ما تاخذنيش، مش حضرتك تروح تختلس واحنا اللي ندفع تاني؟ اختلس يا ادهم. استنى بس يا ادهم، مجاهد اتصرف صح، هو كان هيروح لمين يعني غير اخت مراته في مصيبه زي دي؟ ولا انت عايز بقى الناس تقول على سمر جوزها اتسجن واختلس وحاجات غريبه كده وعيالها اتشردوا؟ لا 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 طبعا، انا هديك الفلوس يا مجاهد. اصيله يا اصيله، والله العظيم اصيله يا اصيله، اصيله يا اصيله، انا قلت برضو خالت البنات مش هرضيها ان اختها وبناتها يتشردوا من بعدي. لا طب ربنا يكرمك يا اصيله، ربنا يكرمك ويخليك للخير دايما. ربنا يخليك يا حبيبي، ما تهمناش منك ابدا. يلا خد ادي شيك اهو، بس دولة. عايزك بقى الاول ايه تمديلي على ده عشان انت عارف، بس دي حقوق ناس يعني ومحدش ضامن عمره. لا حقك يا وسيلة، حقك طبعا، انا اقدر انسالك اللي عملتيه معايا. مجاهد صابر مجاهد، ربنا يكرمك يا وسيلة. لا ايه يا حبيبي، ربنا يكرمك. شكرا يا وسيلة. على ايه؟ على ايه يا حبيبي؟ لكن اسمع يا مجاهد، هو حد من صحابك يضحك عليك تاني؟ ها وبعدين انا عايزك لما تجيب الفلوس ما يخسوش مليم. حاضر يا ادهم، حاضر يا وسيله، شكرا يا وسيله. على ايه؟ على ايه يا مجاهد؟ اللي اعطاك يعطينا يا عم ادهم. ما هو الروكو ده اللي مخلي الواحد في النازل دايما. الماز الماز تدويجه يفيق واحد ورا التاني، بجد دماغ طلعت صايعه.